السلام عليكم في قناة جيكا فواتير. راح نواصل معكم في الفيديو تاع اليوم مع تجهيزات وأسعار السيارات الجديدة في أوروبا، وراح نركز على السيارات اللي عندهم احتمال كبير باللي راحين يستوردوهم. وحتى الآن الخبر اللي راهو عندنا هما كيا، فورد، نيسان وجيلي، وراني ديجا درت لكم في الفيديو السابق على سعر كيا بيكانتو، واليوم راحين نشوفوا فورد فيستا. تجهيزات تاع لاباز ولا توت مع السعر في أوروبا باش نهار يستوردوهم وتدخل فيستا بسعر يساوي اللي في أوروبا ولكن بتجهيزات أقل. الإنسان اللي راح يشري يكون على باله واش راهو يدير، ماشي مغمض عينيه ويمدد رحمه. واللي حاب يتابع معنا أسعار السيارات الجديدة والقديمة يشترك في القناة ولايك للفيديو للتحفيز وشكرا. مقاسات فورد فيستا: طول 4.04 متر، العرض 1.94 متر، الارتفاع 1.48 متر، المسافة بين العجلة الأمامية والخلفية لومباتمون 2.49 متر. وزن السيارة بطول حمولة 1184 كيلوغرام. العجلات: في اللاسي 15 و16 بوص، في الألمنيوم 16 17 و18 بوص. واللي حاب يعرف معنى هذه الأرقام حاطيت لكم هنا الفوق فيديو يوضح كل ما هو مكتوب فوق العجلة. محركات فورد فيستا: بالنسبة للليسانس كان من 3 أسطوانات 3 سيلاند، أضعف محرك 1.1 لتر بلا تيربو بقوة 70 أو 75 أو 85 حصان، والثاني 1 لتر بالتيربو بقوة مختلفة 95 100 125 140 أو 155 حصان. والمحرك الثالث 1.5 لتر بالتيربو 3 أسطوانات بقوة 200 حصان. أما الديازل كاين محرك واحد بسعة 1.5 لتر تي دي سي بالتيربو 4 أسطوانات بقوة 85 أو 120 حصان، وترافق هذه المحركات علبة سرعة يدوية 5 أو 6 سرعات حسب قوة المحرك، أو علبة سرعة أوتوماتيكية 7 سرعات. تجهيزات فورد فيستا: نبدأ باللي فيها أقل عدد من التجهيزات. لاباز: راديو وبلوتوث، ما فيهاش إيكرون تاكتيل. أد دو ديماراج أون كوت، مساعد الانطلاق في الصعود. كابتور ليمينوزيتي، حساس الضوء. ليميتور دو فيتاس، محدد السرعة. ريتروفيزور دي جيفرون إلكتريك، المرايا الجانبية ساخنة وكهربائية. كليماتيزور مانيوال، ABS ستاليزرباك. أما فيستا اللي فيها أكبر عدد من التجهيزات نلقاو فيها إكرون تاكتيل، بلوتوث، واي فاي وجي بي إس، أرير ديماراج أوتو دي موتور، إيقاف وتشغيل محرك أوتوماتيكيا للحفاظ على الوقود. كابتور دو بلوي، حساس المطر. ليميتور إيريغولاتور دو فيتاس، محدد ومثبت السرعة. سياج سبور كوير، مقاعد رياضية بالجلد. فو أريير لاد، الأضواء الخلفية لاد. لي فو دجور لاد، الأضواء النهار باللاد. لي فار ألوجان، فيها أنتي برويار. جونت ألمنيوم، رادار أفون و أريير. ريتروفيزور دي جيفرون إلكتريك و رابطابل إلكتريكمون. كليماتيزور أوتوماتيك. هذو هما أهم التجهيزات اللي نلقاوهم في فورد فيستا. أما السعر تاعها اللي راح نحسبه بسعر البنك اللي راهو حاليا تقريبا 160 دينار جزائري، أنا راح نحسب 150 دينار جزائري، بالك إن شاء الله منا حتى يبدأ الاستيراد يحبط شوية. سعر فيستا اللي نلقاوها في أوروبا ابتداء من 12900 أورو، بالدينار الجزائري 1,935,000، حوالي 193 مليون سنتيم. وأغلى فيستا في أوروبا اللي فيها 200 حصان تسوى 26700 أورو، بالدينار الجزائري 4,005,000، حوالي 400 مليون. دوك نحط لكم في صندوق الوصف موقع تقدروا تشوفوا فيه الأسعار تاع السيارات في أوروبا. نخليكم الآن مع هذه الصور. سلام.